يعني انا ليا صحاب كتير بيحكوا لي حياتهم، بيحكوا لي يومياتهم كتير، فانا اتعرضت لده وغيري اتعرض لده قدام عيني، فانت لازم تبقى بتتعلم تتعلم والا تبقى يعني ما عايش كده يعني تسمع للناس وخلاص. لا، انت ما تسمع موضوع حد بيشتكي لك من حاجه حصلت له هتنصحه كل حاجه، بس لازم انت تتعلم منه. طب هو ينفع واحده جميله زيك ونجمه وكده وبتاع راجل يعرفها ويخونها مثلا او يبقى ندل معاها؟ ينفع؟ ينفع. وانت حلوه كده؟ مش هو بقى في الاحلى بقى، مفيش حاجه اهو تمام. الصدمه اللي على الوش دي. حد يخون مي؟ يعني خلاص كاترين زيتا جونز عادي، يلا وانجلينا جولي وكلهم. يعني اذا كان الناس دي بتتخان عادي يعني. في ستات الخيانه بالنسبه لها كول، يعني انت ما تستحقنيش وانا بتاع بالجزمه وانا ماشيه وحاجات كده. وفي ستات بتتدمر، انت من اي نوع؟ اللي بتدمر الحقيقه يعني. انت بتقعي؟ واضحين مع بعض. اللي هي العياط بقى والولوله في السرير والحاجات اللي يا نهار ابيض. عادي عياط ايام يعني. بس مش لازم تبقى خيانه يعني. بص انا بعيط كتير قوي عمرو يعني، على قد وانا واحده بتهزر على طول وبتاع، بس انت للدرجه دي ممكن انا مش متخيل انك ممكن تكون تعبت تعيطي خالص. لا عادي بعيط. هل انت وحيده؟ مبين. احساس عشان كده الناس اللي قريبه مني قريبه مني زياده عن اللزوم. يعني صحابي الانتيم هم صحابي الانتيم، ما فيهاش يعني ما اقدرش اعيش من غيرهم. يعني خد مني اي حاجه في الدنيا بس سيب لي الناس اللي انا بقيت معاهم كده دول، لان مش هيحصل تاني، ما عنديش غيرهم. عندي اخت مش شقيقه، ما اقدر استغنى عنها. جوز اختي هو انتيمي في الحقيقه، في الحياه بره الوسط هو انتيمي في الحياه العاديه. عندي انتيم تاني دكتور تجميل، ده لازم يبقى انتيم شاطر جدا. لا ادينا عنوانه ده كلنا محتاجينه. لا يعني بجد دكتور ممتاز. عامله كام عمليه يعني لغايه دلوقتي؟ لا والله العظيم مش كده. ليه احنا المشكله يعني؟ لا اصل عادي نروح لدكتور. بص انا هريحك. انا هقول لك على انا هقول لك على اللي نفسي اعمله، بس كل البشر ضدي. بس انا هعملها العمليه، وانا بقولها لوحده قاعده دلوقتي في البيت ست كده، بقول لها انا هعملها. يعني هعملها، انا عايزه اعمل مناخيري. مناخيرك؟ قفشه معايا اعمل مناخيري يا عمرو، انا حره. فيعني هي بس الست عمليه المنخار في لبنان يقولوا عليها المنخار. انا عايزه اعمل منخاري الحقيقه.